إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في هذا البث المباشر من هنا من منطقة الهراويين. كنت واجد بالهراوي الآن سيدة كتدخل المحل ديالها كتفاجأ بالمحل مقلوب، يعني سفاعل عليه كما كنقولوا، سفاعل عليه. شاهدوا معايا، يعني دخلت لقيت المحل ديالها كله مقلوب، والسلعة ديالها اللي كتبيع وتشري، السلعة ديالها اللي كتبيع وتشري لقاتها كلها مهزوزة. هذه حدا السلعة اللي كتبيع، هاد الصنادل هادو. اذا كتدخل كتفاجأ كما قلت، هي الدار مقلوبة سفها على عليها اهو، يعني المحل كله مقلوب. شوفوا معايا المحل كله مقلوب، المحل كله مقلوب. غادي نشوفوا تفاصيل اكثر مع هاد السيده هادي. السلام عليكم. السلام عليكم اختي. اول حاجه ما عرفتش واش نقول لك على سلامتك ولا اش نقول لك اسمو اختي. ما عودني خير. شنو وقع لك اختي؟ شنو وقع لك؟ خويا انا تخرجت مع 7 الصباح، ولدي تيقرب دار الصفا، يعني خدمت 8 وما تلقاني تما. خليت محالي عادي، صافي ضل النهار كامل. جيت مع 7 ديال العشية تندخل تنديرها تلقى البوطة ما كايناش. البوطة أول ما حاجة انتبهتي لي، البوطة ما كايناش. البوطة ما كايناش، حتى الكوكوط فيها العشا مديرة غدايا مخليها باش ندي معايا، خليت نجي نتعشى فيه زعما، كوكوط عطيها ليا غا أختي. المهم علينا خويا، جيت درتها لقيت ما دويش، ما نكذبش عليك ما هدرتش، حسبي الله ونعم الوكيل. صراحة أحسن حاجة تندير ملي تلقى راسك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هذا هو المسلم، هذا هو المؤمن. المؤمن المصاب، حنا ضعاف، هادشي اللي كاين اختي. المهم صراحة قلت حسبي الله ونعم الوكيل. جيت أنا ديك الساعة جاي المغرب، أنا أصلا في الخدمة، قلت السيدة اللي حدايا أنا غنمشي نصلي المغرب ونحط نتعشى، أنا وياها باغا نصبح صايمة. لا بغى الله الله يتقبل. صافي غنخليها سحوري وداك الشيء، غنسحر بالعدس سبحان الله كم طيبه في الكوكوط ونخليها. صافي ما عليا ما بيت، جيت لقيت الكوكوط ما كايناش. المهم توديت صليت، حتى نجي تكون مره تلقى حاجه، لقيت القرعه الزيت يلاه واخدها ما كايناش. طيبه ما مره واحده البوطه ديال الضو، البوطه الكبيره. شويه تندخل البيت، هاد السلعه تاعي درتها لقيت السلعه ما كايناش. الحوايج التلفازه، انا يلا بقات فيا التلفازه يلا تناخذ التلفازه لوالدتي يديوها زعما. صراحه وكلت عليهم الله مالك الرحمن، التلفازه مشات. وكلت عليهم الله على التلفازه. والله العظيم ها وصيت نقول غير يقلها لي على حسب ريسبسيون برا فرابور مسكين، تيقول لي والله عمرني الدار. صراحه تيقول لي اليوم غدا، اليوم غدا الوقت ما ساعدش باش دريت فرج شي يدخلوا يهزوك في سيدي هزو التلفازه. المهم الله ياخذ فيهم الحق حيت ربي فوق كل شيء. التلفازه ما كايناش، بقات شي حوايج ما بقى. المهم التلفازه بقات فيا صراحه، والكوكوط وداك الشيء والبوطه الكبيره بقات فيا الشمته اكثر. اكيد الشمتة. اي واحد تبقى فيه الشمته تمشي ليه حاجته. والباب مفروع، هذه المشكله. ملي درتها انا عرفت الباب مفروع. الباب مفروع؟ مفروع بحال هكا يعني. بقات الباب مفرقع. مفروع مفروع، راه باقي دابا جات مفروع. فاش احس امر الله، تنحوز امر الله سبحانه وتعالى وربي حاجه وشي تفضل. مشيتي درتي شكايه؟ مشيت الدار، مشيت لا عيطت ليهم، ماشي مشيت ما نقدرش نخلي الدار محلوله حيت الدار مفروعه، وخفت عاودوا ثاني يدخلوا لان ما كملوش خدمتهم، باقي ما كملوش. يعني بحال قلتي باقي باقي ما كملوش، واحد كيبان لي باقي السلعه. لا هما صراحه ما كملوش. شنو اللي ربي باقي السلعه؟ شي حد دابا شافوا حاسبوا بالرواج ولا شنو؟ هنا فنحبسوا انا متاكده. صافي انا بقى فيا الخوف، ما قدرتش نمشي. عيطت لي راه 19، عيطت لهم صراحه. نعاود نعطيت لي الفكره الحمد لله، تنعيط لهم تنعاود نعيط لهم تنعاود نعيط لهم. جاوبوني قالوا لي احنا جايين. المهم جاوا عندي في الليل البارح، خرج في هذه الحاله لا حول ولا قوه بالله العلي العظيم. والله يدير لي ما خرج مع هاد الناس، راه ثالث مره ماشي اول مره. واخا ملي تواصلتي مع الامن شنو قالوا لك؟ قال لي غدا مع 12 عندنا. على غدا؟ على اليوم مع 12. على اليوم البارح في الليل. اذا هادشي متوقع. وقال لي البارح مع 7
العشيه ولا السبعه اذا وقع لك البارح هما دخلوا في الصباح حيت انا ملي تنخرج مع السبعه الصباح ما نقدرش نقول حيت انا تنمشي تنشد المركوب ماش كتجي ملي كتخرجي مع السبعه الصباح ماش كتجي جيت مع قبل المغرب انا القليل يعني عندك من السبعه حتى السبعه العشيه يعني 12 ساعه كتقلبي هضره في الخبز 12 ساعه قلبي عندك الميكرو لاني تنخاف نخلي هنا تعرض للاغتصاب تعيط شي مشكل يدخلوا يخلي باب محلول يدخلوا لهذا الشيء والله ما درت فرق عنده 8 سنين ما يمكنليش خليه قولي الوليد عنده 8 سنين كمل ورا 100 خطاه هذا ما تضلع يعني تمشي 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 الحوايج وما يمشي والدراري ما يوقع عليه والو ولو راه تنصحصح ما نكذبش راك البرد والشتا الله يحسن العوان الله يحسن العوان الله يحسن العوان انا كي قلتي الحمد لله ان والدي تندي اما ما بالك وحليت والدي هنا اش ما غادي يطرى الله تنطر تندي دخلت تما تساعد معايا المواضيع الله يجازيه بالخير ما كتبوش الله الحمد لله باش راه انا ما ساكلاش الماء دخلوا لي راه ماشي سهل ربي كبير اللي خطانا حباب الحمد لله وهذه انت كيف تشوف اذا البارح ملي قالوا لك البارح داروا معك 12 اليوم مشيتي مع 12 مشيتي مع الخمسه عاود قالوا لك سيري مع الخمسه مع الخمسه قال لي السيد هذوك اللي كاينين راه ما غيكونوا ثاني جا الغدا مع غدا الصباح باقي ما داروا معايا على الجمعه المهم ديك السيرز انا تنمشي باقي اذا مشيتي البارح قالوا لك بلاتي مشيتي البارح قالوا لك 12 مشيتي مع 12 قالوا لك الخمسه مشيتي مع الخمسه قالوا لك راه غدا عاوتاني في الصباح اذا هادو الناس الامن الدائره الامنيه ديال هنا انا السرقه وبنادم دخل لك وفار على حوايجك يعني انا تنطلب من جلاله المال يكون من زعما هادشي الامن خص هادشي خص تكون خدمه ماشي انا نسير شي نسير جرات تزيد تمرضي يعني حسيتي براسك عايشه في الرعب يعني مع الناس راه عايشه في الخوف اني المره الاولى تسرقت المره الثانيه تسرقت ودابا الثالثه يعني ماشي اول مره ماشي اول مره الثالثه شاهدون عليا يعني الاولى والثانيه يعني الاولى والثانيه والثالثه هذه الثالثه منك الولد ديال المدرسه اليوم ولدي تيقرا الحمد لله مزيان هذا من فضل ربي الحمد لله والاستاذه تتعامل معاه زوين الله يجازيها بخير الحمد لله ولكن ما خصنيش نضيع ولدي المدرسه ماشي في الصالح ديالو هو كدري صغير فهمتي انا اضطريت ومبتنغ نشوف هذا الشيء يعني ما عندي وعادي ما عرفتش شويه طرات ثاني ورايا واخا انا ضريت دري الدار مخربقه كامله الدار ماشي سهل الدار مخربقه كامله مخربقه لا حول ولا قوه بالله العلي العظيم اللي ما كان الامن صراحه بحالي ولا بحال اي وحده تقول ما يكونش ديك السيري غدا السيري هذه راه تنشجعوا دوك المجرمين تيديروا كثر لا حول ولا قوه الا بالله يديروا كثر هادشي راه عندهم سهل انا راه ماشي سهل عليا باني تنخدم والله شاهدون عليا نصور راه ما نقدرش نتقدم يعني التلفازه دوالك من هنا لا من هنا من البيت هذا من الصالون من الصالون خليك تما فيك تيديرها دابا ما عشتش الزيت علاش التلفازه فيك تيديرها علاش واش نكذب عليك لا خصني شاريها تنقول الدري خصو ياكل خصو الخضر قدري باي حاجه ولكن اكثر حاجه تضر هي ديك الشمته التلفازه فيك تحطها هذيك البلاصه خليك شي الطابله البيضاء اي هنا كاينه الطابله البيضاء تما في ديال التلفازه اذا نتواك من تما الناس هذا هو من تما انا دخلت قد على خاطرو زعما شحال تقريبا داوك ديال السلعه تقريبا تقدر تكون شي 1500 درهم ديال هاد الصنداله بعدا بدات هاد الصنداله كتبيع هاد الصنداله هادي هاد الصابوات هاد الصابوات قلت زعما السوق باقي شويه نخليه الحمد لله يعني بنكي كتقلبي طرف الخبز طرف الخبز طرف الخبز واو انا اللي خدامه على يعني كتقل الانسان الحمد لله الصبر مفتاح الفرج الحمد لله الحمد لله ماشي زيد لازم يأديك راه حشومه بزاف انا ما تنطلب من الامن صراحه يخدم بحالي وبحال اي واحد يضرب بحالك ماشي سهل علينا شنو نقول لك ما انا هادشي الامن خصو يتعامل معانا يعرف شكون تيدير هادشي انا الباب مفروع راه ماشي سهله راه واخا ما يهزوين راه ما خصش الباب يتفرع راه خيانات الامانه اكيد بنادم مخلي ما حالو ما خصوش يتمس ما خصوش يتمس غير ولدك الا طيح غير كاس ولا مس شي حاجه ما تعجبكش الحال انا ملي تجي تلقاي دارك مفروعه راه تقدري تقولي في الليل غيدخلوا عليا غيديروا هذا تبقي ما مرتاحاش الحمد لله حنا في دولة الحق والقانون من دولة المؤسسات دولة ديال الأمن الحمد لله يعني أكيد إن شاء الله الأمن غيدير الخدمة ديالو تنضروا نفسانيا اكثر من ماديا والله شي غير النفس الحاله النفسيه ديال الانسان تضر اكثر مرحبا اذا كنتمنوا انه كما سمعتوا معايا السيده كتقول لك انا بغيت غير الامن يدير الخدمه ديالو ويعرفوا شكون اللي دخل ليا المحالي وشكون اللي دا ليا حوايجي شكون اللي دا ليا سلعتي
يعني السيده ما قالت شي عيب، قالت لك اودي انا متى ما شي جهه انا الامن، خدمه الامن هذيك هو اللي كيعرف، هو اللي عارف اش غايدير، هو اللي غيعرف الطريقه باش يعرف شكون الداليه ديالي. اذا كنتمنوا انه رجال الامن انهم يدخلوا على الخط ويقوموا بما يلزم. اكيد ان شاء الله اي واحد قام بهذا العمل هذا اكيد غادي ينال الجزاء ديالو. اذا كنتمنى ان الرساله تكون وصلت. حنا حتى لهنا نبقى لنا الى ندعوكم على امل لقاء بكم في بث مباشر اخر. مصطفى القرناوي من طاقم شوف تيفي من منطقه الهراويين يحييكم، الى اللقاء.